اللهم يا خير باب ويا اكرم مسؤول ويا اسخى من يجود بالسول يا بر يا غفور يا رحمن يا رحيم بلغتنا رمضان واتممت لنا عدته وكبرناك وانت اكبر كل شيء وانت الكبير ولا كبير الا انت لا اله الا انت وفقتنا للصيام فصمنا وللقيام فقمنا فاقبل ذلك منا على ما فيه منا برحمتك يا ارحم الراحمين وصفه عن كدره وصفه عن خبثه وصفه عن شوائبه واجعله عندك في حيز الذبول والنا بغايات السول اللهم انا نستودعك ما اتيتنا في رمضان وما تكرمت علينا في ايام وليالي يا رحمن فاصلح لنا كل شان وارفعنا الى اعلى مكان ولا تجعل اخر العهد من رمضان واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجه لنا عندك لا حجه علينا اللهم ومن فقدناه فيه لما مضى من عامنا فارفع درجاتهم عندك وارفع منازلهم لديك وأيدنا بهم لقاء في دار الكرامة وفي مستقر الرحمة يا خير مسؤول يا أكرم مأمول أعد علينا عوائد الشهر في شراكات أنوار تفضح في قلوبنا تزداد أبة سرمدا إلى يوم لقائك يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير تفضلت بالصيام والقيام وكمان عدة رمضان والحضور في صلاة العيد مبتدين بحبيبك الهادي إليك والداد عليك ورفعنا أيدينا وأنت الذي وعدت أن تستجيب وأن راجيك لا يخيب اللهم فاجعله من أبرك الأعياد على أهل يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا والمسلمين في جميع البلاد وارفع الضر والبلاء والفساد وارفع الأمراض والأسقام وجميع الأمكار وعاملنا بما أنت أهله في الخافي والباد في الدنيا والبرزخ ودار المعاد يا حي يا كريم يا جواد يا رب العباد يا رحيما بالعباد يا لطيفا بالعباد يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اقبلنا في جمعنا قبولا تاما حسنا وأصلح شأننا سرا وعلنا وانظرنا في سلك أهل القبول لديك والمحبة منك اللهم ووفقنا في باقي الأعمال للوفاء بعهدك في السر والإجهار وحسن المتابعة لنبيك المختار اللهم اكسو كل حاضر معنا في هذا المحضر حلة من حلل القبول الأسماء والرضوان الأكبر ولا تمنعها عنا ولا عنا وحسن العافية الظاهرة والخافية يا ربي نظرة إلى اليمن يا ربي نظرة إلى الشام يا ربي أهدنا من الحرمين الشريفين يا ربي خلص بيت المقدس من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجبروت المتجبرين اللهم هيئ للمؤمنين سبيل رشد يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه ويتاب فيه على اهل المعاصي يا تواب تب علينا يا رحمن انظر الينا يا حي يا قيوم اصلح شاننا اليك مددنا ايدينا لا نرجو سواك في دنيانا ولا لاخرتنا فيا ربنا يا قوي فيا ربنا يا رحيم انصر لنا بساط الجود والتكريم والخير العظيم والفضل العظيم يا من يؤتي فضله من يشاء وهو ذو الفضل العظيم لا اله الا انت امنا بك فاقبلنا واقبل بوجهك الكريم علينا وكما جمعتنا هنا فاجمعنا على الهنا في دار الكرامه واجمعنا على حوض المظلل في الغمامه واجمعنا تحت لواء الحمد يوم القيامه واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظله وارحم اهالينا وارحم اولادنا وذرارينا واسلكهم مسلك من ارتضيت واصطفيت لا تعرضهم للكبيحه ولا للفضيحه ولا للخزي في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الاخره الدنيا والبرزخ والآخرة وأصلحنا واجعلنا صالحين مصلحين هداة للمهتدين واغفر لنا أجمعين بأكمل حسنى وأنت راض عنا في لطف وعافية
الطاعات وما توجب إليك محبوبك من أهل الأرض والسماء توجهنا به إليك وسألناك أن تعيد عوائد ذلك علينا بشأننا كله يا مبني يا معين فعاد ما يريد وأنت أبدا المزيد بالحكمة بخيار العبيد تخدم لنا بالحسن وأنت راض عنا ولكن يجب ان يكون هناك شفاء ونصف الى حضره النبي